عموما للمزيد تنضم الي في الاستوديو السيده ناديه البلاسي محلله اسواق ماليه في اكوتي. اهلا وسهلا ناديه. اهلا وسهلا. لنبدا ببيانات سوق العمل الامريكي والتي هي كانت منتظره منذ بدايه الاسبوع، هل نستطيع القول بانها الان يعني بينت التوجهات المقبله للفيدرالي وللاسواق بشكل عام؟ صحيح، يعني انخفضت معدلات البطالة وفقا على بيانات التي صدرت يوم أمس إلى معدلات 2033، يعني بما يخالف التوقعات التي كانت 2045، فذلك أعطى نوع من التفاؤل في أسواق الأسهم. فيعني ولكن لسه يعني معدلاتنا أو توقعاتنا إلى أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في شهر سبتمبر، بعد ما يعني بيانات الـ NFP التي جاءت جدا كانت في مستويات يعني منخفضة، أعطت مجال للفدرالي أن يرفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، ولكن الآن التوقعات يعني ترجع إلى مستوياتها الطبيعية بتوقعات 25 نقطة أساس. طيب، ما يعني نعلم أن هذا سيؤثر كثيرا على الذهب وعلى بقية الأسواق، ولكن لنركز الآن على الذهب، هل نستطيع القول بأنه هناك أصبح عدة عوامل سترفع الذهب لمستويات قياسية جديدة وإلى أين؟ صحيح، يعني الذهب الآن يتداول فوق مستويات 2431، وهذا مستوى يعني كان مستوى مقاومة كبير، مستويات 2430. في حال كسر مستويات 2455، وهذه يعني مستويات مقاومة كبيرة أو قوية، ممكن أن نرى ارتفاعات أخرى، ولكن العوامل ستكون على أو الأنظار ستكون على هل سيخفض بالفعل الفيدرالي الفائدة ب 25 نقطة أساس في شهر سبتمبر، وهل سيعطينا المزيد من الإشارات إلى تخفيضات أخرى في شهر نوفمبر وديسمبر مثل توقعات السوق والماركت كونسنسس، وأيضا التوترات الجيوسياسية بالفعل إذا تصاعدت أكثر فستعطي المجال أن يرتفع أسعار الذهب إلى هذه المستويات، ولكن يعني في أيضا ضغط على أسعار الذهب بما يخص يعني مركز الكاري تريد الذي أغلقت في بداية هذا الأسبوع، والتي أعطت يعني القلق أو يعني نوعا ما من الضغط على أسعار الذهب. يعني هل ما زلت عند رأيك عندما أشرت في مقابلة سابقة بأنه سيصل لمستويات 2600 دولار مع وجود الضغط التي تحدثت عنه؟ صحيح، يعني طبعا بما يخص الفدرالي وهو الدافع الأكبر، وطبعا الانتخابات الأمريكية أيضا ستكون دافع أكبر للأسعار الذهب. طب بانتقالنا إلى النفط، نعلم بأن يعني البيانات والوظائف أيضا هدأت من مخاوف الطلب، في حين استمر القلق من أيضا التوترات الجيوسياسية، فما هي المستويات التي قد يصل إليها خلال الفترة القريبة القادمة؟ بخصوص برنت، ممكن أن نرى مستويات 85 في حال كان في تفاؤل على أسعار النفط، في حال طبعا يعني تم في تهدئة من مخاوف الركود الاقتصادي التي يعني نراها مجددا في الأسواق، الهارد لاندينج هيدلاينز التي رجعت من بيانات سوق العمل في أمريكا، ولكن مستويات 80 دولار ومستويات 85 دولار هما يعني أكثر مستويات ممكن أن نراهم في إذا تم يعني هذا الاتجاه الصعودي تم في تفعيله في الأسواق، ممكن أن نراهم مجددا. طيب أخيرا نادية، لنتحدث عن العملات المشفرة، يعني رأينا تجاوب قوي جدا بعد يعني انحسار مخاوف الركود، يعني هل ستستمر هذه الارتفاعات بما أنه خلص يعني الصورة الآن صارت أوضح؟ يعني البيتكوين يعكس شهية المخاطرة في الأسواق، ف يعني الآن في نوعا ما تذبذب في هذه يعني الشهية أو نوعا ما اختلاط بما يتعلق بالعملات الرقمية، ولكن نحن بولش ويعني نعتقد أن البيتكوين سيواصل هذه المستويات القياسية، وفقا أيضا اليوم رأينا أنه يكسر مستويات 62 ألف.
فطبعا يعني هذا كان ايضا one of the reasons او نوعا ما من الاهداف التي كنا يعني نتوقع ان نحققها إيه هذا الاسبوع، وفقا على ان شهيت المخاطره كان في يعني ارتداد في السوق وشهيت المخاطره رجعت الى الاسواق من جديد بعد بيانات الوظائف. اذا تعتقدي بانه يخترق مستويات اعلى من ذلك حتى نهايه العام؟ اعتقد اذا استمرينا في موجه التصحيح، اعتقد ان احنا الان يعني خرجنا من هذه الموجه التصحيح الهبوطيه التي رايناها، فممكن ان نستمر او يعني نرى مستويات قياسيه جديده. نعم. شكرا لك ناديه البلاسي محللة اسواق في إكويتي. شكرا دالين.